اهلا بكم مره تانية مشاهدي نهايه الاسبوع وفقرتنا الصحفيه الاسبوعيه. والنهارده طبعا منورنا في هذه الفقره للتحليل كاتب الصحفي الاستاذ عادل السنهوري رئيس تحرير صوت الامه. اهلا بك يا استاذ عادل. اهلا بك يا زباه. صباح الخير وصباح الخير على كل المشاهدين. صباح الخير على حضرتك. عندنا كذا حدث، خلينا نتكلم في الحدث الابرز وزياره الرئيس عبد الفتاح السيسي الى روسيا، والحقيقه مشاهد كلها مطمئنه ومشرقه في هذه الزياره، سواء على المستوى الاقتصادي السياحي مكافحه الارهاب. عندنا كذا يعني محور كتير. او كذا ملف نتكلم فيه. ابرز حاجه لفتت نظر حضرتك في الزياره او في هذه القمه كانت ايه؟ يعني اعتقد يعني من ابرز المشاهد في هذه الزياره بتختلف كثيرا جدا عن الزيارات السابقه، هذه الزياره الخامسه او السادسه للرئيس عبد الفتاح السيسي، واللقاء التاسع زي ما بيقولوا بينه وبين الرئيس بوتين. فاعتقد انه هذه الزياره تختلف، لان انا اعتقد انه يعني فتحت عصر جديد من العلاقات ما بين مصر وروسيا. ربما البعض يرى انها كمان تتجاوز في قوتها وعمقها الان ما كان ما بين الجانبين في الخمسينات وفي الستينات. يعني اعتقد هذه الزياره رغم الملمح الاقتصادي اللي فيها انما كانت زياره سياسيه بامتياز. كان فيها ملفات كثيره جدا سياسية تهم الطرفين، إنما كان البعد الاقتصادي ليس غائبا كما هو لا يغيب دائما عن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي. دائما في كل زياراته الخارجية بيبقى أهمه الأول والأولوية الأولى انعكاسات هذه الزيارات على الاقتصاد المصري ودعم وتدعيم العلاقات التجارية الاقتصادية ما بين مصر والدول الخارجية. فبالتالي انا اعتقد انه الزياره الاخيره لرئيس عبد الفتاح السيسي وما يعني تمخض عنها من اتفاقيه الشراكه الشامله والتعاون الاستراتيجي، ده شيء مهم جدا برضه عشان الناس تعرف انه ده بيتيح لمصر اشياء كثيره جدا في التعاون ما بين البلدين بعد توقيع هذه الاتفاقيه. صحيح. سواء على الجانب الاقتصادي او على الجانب ايضا التقني الحديث وعلى الجانب العسكري ايضا. مصبوط. يتيح الاستخدام يعني اعتقد في مواجهه محاربه الارهاب، اعتقد انه يعني بعد هذه الاتفاقيه وهذه الشراكه ان احنا يعني هنشوف يعني تقدم نجاح كبير جدا في مواجهه الارهاب، لانه اعتقد روسيا لديها من التقنيات الحديثه يعني بكل معناها اللي هي تستطيع ان هي تواجه الارهاب من خلال التعاون مع مصر بعد توقيع هذه الاتفاقيه. فبالتالي اتفاقيه الشراكه الشامله زي يمكن احنا كلنا كنا دائما بنقول ان احنا نعيش مرحله جديده، احنا مش عايزين مساعدات، مش عايزين قروض، احنا عايزين شراكات. وده ما اشار للرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته انه ان احنا بننتقل مرحله التبادل التجاري التقليدي الى مرحله الشراكه الشامله، يعني بمعنى وهذا ايضا ما يعني تسعى اليه روسيا. يعني روسيا بعد بوتين هي ليست الاتحاد السوفيتي. يمكن ذكرت ده قبل كده انه الرئيس بوتين لما جاء وقال خطاب شهير جدا انه الجمعيه التعاونيه السوفيتيه اغلقت ابوابها الى بلا رجعه. بمعنى ان العلاقات ما بين العالم الخارجي ومع روسيا هي علاقات قائمه على الاحترام وعلى المصالح المشتركه. يعني علاقات زي بيسموها هات وخد. يعني زي ما تاخد مني بالظبط. زي ما تاخد مني لازم تديني. فبالتالي انا اعتقد انه المرحله اشار اليه الرئيس السيسي في كلمته سواء امام المجلس الفدرالي السوفيتي او في المؤتمر الصحفي مع الرئيس بوتين انه ان العلاقات المصريه الروسيه تنتقل من مرحله التبادل التجاري الى مرحله الشراكه الحقيقيه. زي روسيا ما اعلنت انه عن المنطقه الصناعيه فهي تستفيد ايضا، لانه مصر هي بوابه افريقيا،
فبالتالي الدخول لأسواق الأفريقية سيتم من خلال مصر. فهذا يصب أيضا في المصلحة الروسية أو حتى أي مصلحة أي دولة هتيجي تعمل استثمارات، فهي استثمارات ليست بلا مقابل، سوف تستفيد منها مصر وتستفيد منها أيضا روسيا. هي ملفات كثيرة نستطيع أن نعمل نقشها. تمام. يعني حضرتك برضو بتقول أن الزيارة السياسية في المقام الأول، يمكن تناولت برضو مشهدين هذه الزيارة. كان المشهد اللي قال فيه الرئيس صراحة أن الحلول السياسية هي الحلول يعني النهائية للأزمات في منطقة الشرق الأوسط أو في المنطقة العربية بالكامل، فيما يخص سوريا، فيما يخص ليبيا، فيما يخص فلسطين. اتكلم ان قال لا بديل عن الحل السياسي اللي الجميع بيطالب بيه طول الوقت، وكان في طيات كلام الرئيس علامة استفهام لماذا لا يعني لا نتبع هذا الحل السياسي، او المجتمع الدولي لا يتبع هذا الحل السياسي لحل هذه الأزمة. طيب خلينا نقول الملفات السياسية. احنا عندنا يمكن اربع ملفات بعيدا عن العلاقات الثنائية. انت عندك سوريا، وعندك ليبيا، وعندك الإرهاب، وعندك القضية الفلسطينية. فبالتالي أنا أعتقد أنه في الملفات الأربعة، يعني القضية الفلسطينية المواقف كلها معروفة يعني منذ بداية الأزمة. ربما الموقف في سوريا يعني من بعد 2013 ثورة يونيو، وأن موقف مصر يعني أصبح موقف واضحا من الأزمة في سوريا، وبعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، أنه كان موقف مصر واضح تماما من الأزمة السورية، وكان مصطلح الدولة الوطنية اللي دائما ما كان الرئيس بركز عليه في خطاباته وفي أحاديثه هو ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية. وده كان بينم عن وعي استراتيجي عالي جدا، يعني من رجل دولة حقيقي، لأنه تعرف أنه سوريا ومصر تاريخيا وجغرافيا مرتبطين جدا مع بعض. الأمن في سوريا يأثر على الأمن في مصر، والعكس أيضا صحيح. الارتباط الأمن القومي المصري والأمن القومي السوري أعتقد ارتباط وثيق. فبالتالي فكرة تمزق سوريا بالتأكيد له تأثيرات، له تأثير سلبي على مصر وعلى مصر المنطقة بشكل عام. لأنه أعتقد أنه مصر، القاهرة ودمشق مع الرياض هما الثالوث اللي هو بيشكل الأعمدة الرئيسية في النظام الإقليمي العربي. فبالتالي كان حرص الرئيس دائما على الحفاظ على الدولة الوطنية في سوريا، الحفاظ على الجيش الوطني في سوريا، الحفاظ على المؤسسات الدولة أيا كان، بغض النظر من هو الحاكم. أنا بتكلم هنا على دولة هي الأبقى. فبالتالي كان دائما تركيزه على ذلك. ولا ننسى طبعا يعني قبل 2013 موقف الجيش المصري من عدم التورط في الأحداث في سوريا. فبالتالي تأكيدات مصر وسعي مصر ودعوتها دائما إلى أنه الحل السياسي هو الحل الأمثل والحل الوحيد للأزمة في سوريا. وأعتقد أنه ده اللي غير مواقف دول كثيرة جدا في المنطقة، دول إقليمية في المنطقة ربما كان لها يعني مش عايز أقول تورط، إنما كان لها تدخل في الأزمة السورية. موقف مصر أعتقد عاد مرة أخرى المواقف الأخرى إلى طبيعتها، بمعنى إنه ما فيش حل غير حل السياسي. تمام. التأكيد على هوية الدولة الوطنية، مؤسسات الدولة الوطنية في سوريا، إنه الجيش والمؤسسات الأمنية هي القادرة على حفظ الأمن وحفظ السيادة والحدود. هذا توافق مع الرؤية أيضا الروسية، وكان نظر للارتباك الغرب ونظر لفشل المبادرات، ونظر لكمان أنه الفترة اللي فاتت قبل حتى مرحلة الرئيس ترامب، رئيس أمريكا ترامب، شفنا في إدارة الرئيس أوباما يعني نوع من التخلي والانسحاب عن أزمات الشرق الأوسط. فكان ده فرصة ربما بعد ثورات أو ما يسمى بثورات الربيع العربي، فرصة لروسيا بوتين أن يكون لها موطئ قدم في المياه الدافئة في البحر المتوسط، وهو ما كانت تسعى إليها دائما. فبالتالي أنه كانت الأزمة السورية والاستدعاء الروسي من قبل سوريا الشقيقة للأزمة، وما قدمته روسيا من دعم عسكري يعني أدى بالفعل ساعد كثيرا جدا في بسط الشرعية والهيمنة الدولة السورية على غالبية الأراضي. أعتقد أنه ده جاب التوافق مع الرؤية المصرية.
المصريه اللي هي شايفه انه الحل السياسي وليس الحل العسكري، لا وجود للارهابيين في الاراضي السوريه، ان المؤسسات الدوله القادره على بسط السياده. كمان انه اللي قال عليه الرئيس في كيان دوله بغض النظر عن يعني مين اللي بيحكم هذه الدوله، مين رئيس هذه الدوله. بالتأكيد. انا بتكلم على دوله شقيقه مصالحها من مصالحي انا كدوله، والاذى اللي يلحق بسوريا يلحق بمصر بالتبعيه. من منطلق مسؤوليات مصر القومية. ما ينفعش يعني بصراحه اللي كان المهزله اللي كانت هتحصل في قبل 2013 دي كانت مهزله بكل معنى الكلمه وغباء سياسي. انما مصر بمنطلق مسؤوليتها القوميه تدرك ماذا تعني سوريا بالنسبه لها. واعتقد ان انت يعني شايفه حتى لغه الخطاب وبدات يعني فكره انه بعض التصريحات بتطلع انه ضروره عوده سوريا الى مقعدها الطبيعي في جامعة الدول العربيه. هذه المره كمان انه في متغيرات على واقع الارض، المعادله متغيره الان، فبالتالي فكره انه مصر وروسيا الان بيدفعوا نحو دعم المجهود المبعوث الاممي لمن لجنه صياغه الدستور الجديد، فكره الرفض اتفاق على رفض عمل ممرات امنه للارهابيين لنقلها نقل الارهابيين الى دول اخرى خارج الاراضي السوريه، ومطالبه الدول بانها ما توفرش اي ملاذات امنه وممرات امنه لارهابيين او تنظيمات الارهابيه الموجوده في سوريا. ده اتفاق ايضا ما بين روسيا ومصر. فانا اعتقد انه بعد هذه الزياره اعتقد انه هناك يعني نتائج ايجابيه جدا بالنسبه للازمه السوريه. اعتقد ان احنا هنشوف كمان مردودها الفتره اللي جايه. طبعا في ليبيا يعني لو قلنا كمان القضيه الليبيه، لانه دي قضيه مهمه جدا بالنسبه لمصر، وكمان ايضا بالنسبه لروسيا، وانه وخاصه انه من بعد يعني العلاقات قديمة جدا ما بين ليبيا القذافي وما بين الاتحاد السوفيتي القديم، وكان هناك يعني ما بينهم تعاون عسكري كبير وتعاون اقتصادي كمان. يعني ربما بعض هذه المشاريع بدأت تعاد مرة أخرى على السطح، إنه روسيا ممكن تعملها في ليبيا، خاصة بعد زيارات كثيرة جدا تمت من بعد احد الاحداث اللي حصلت في ليبيا. وكان عبد الله الثاني راح روسيا، المشير خليفه حفتر راح روسيا، ففي هناك يعني تقارب وجهات النظر بين روسيا ومصر بالنسبه للازمه الليبيه اللي هي برضو نفس الحكايه، انه ضروره تقويه الجيش الوطني بسط هيمنه الدوله على الارض، ان المسؤول عن الامن في ليبيا هي مؤسسة الدولة الشرعية وليست الجماعة. وأعتقد أن الجانب الروسي قابل ده برضو بهذه يعني وجهة النظر دي بالترحاب، لأن خلاص يعني أعتقد أن الحقائق ابتدت تتكشف بشكل كبير. إذن التوصيات اللي خرجت بها القمة أكيد هنشوف مردودها سواء على مستوى الشأن العربي أو المستوى الاقتصاد المصري أو السياسة المصرية زي ما أستاذ عادل بيقول، أعتقد أن احنا هنشوف صداها قريبا جدا. طيب أستاذ عادل، في برضو خلينا ننتقل